كنا محتاجين ناخد رأي حضرتك في مشاركة عين شمس في جامعة في المؤتمر النهاردة. احنا سعداء النهاردة في اللي احنا بنحضر مع زملائنا في جامعات مصر وجامعات العالم الحقيقة كلها في المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي نسخته الثانية اللي ما كان مفروض يحصل السنة اللي فاتت طبعا تم إلغائه عشان وباء كوفيد اللي اجتاح العالم. النهاردة اليوم الأول، سيادة الرئيس شرف الحضور وشرفنا كلنا الحقيقة، وإذا كان ده بيدي رسالة لينا كلنا إن دي إيه القيادة السياسية في مصر مهمومة ومهتمة بالتعليم بصفة عامة والبحث العلمي بصفة خاصة والتعليم العالي بصفة خاصة. سيادته شارك وشارف في المعرض، بداية بالمعرض ثم في الجلسة الأولى الافتتاحية اللي كانت مهمة جدا، سمع آراء سواء من آراء محلية، والوزير طبعا كان هو المديريتور للجلسة الأولى، وآراء إقليمية من بعض زملائنا في الإقليميين وعالمية من أمريكا ومن إنجلترا ومن يعني بلاد العالم كلها. الجلسة والتيم بتاع المؤتمر بصفة عامة بيتعرض لآثار الثورة الصناعية الرابعة، ودلوقتي دخلنا في الخامسة كمان اهو بسرعة جدا في 20 سنة زي ما بنقول. وموضوع هل الآلة هتخلينا نستغنى عن الإنسان في بعض المهن، أنا كطبيب أقول لك في مهنة الطب مثلا في الجراحة في التمريض في خلافه، ولا هي هتعاون وتزود البريسيجن أو الدقة وتحسن الأداء وتخلي المهني أكثر جاهزية وأكثر استعدادا وأكثر ثراء في المعرفة، وتفضي كمان تفضي دلوقتي بعض الوقت اللي انه يعمل الحاجه الاهم والحاجه الاقل اهميه. الحقيقه الاجابه هي دلوقتي الثانيه واضحه، والثوره اللي هي 5.0 والثوره الخامسه. انا مش معجب قوي بالاسامي الكتيره، بنحب نطلعها ونجري وراها، لكن ده الواقع اللي يعني بيوصفوا بيه الحال بسرعه عشان يبقى فيه توصيف. ولكن الاكيد ان مفيش استغناء عن الانسان، مفيش استغناء عن المهارات ولا الذكاء الانساني، حتى الذكاء الصناعي اللي هو موضه كبيره قوي في اخر كام سنه هيظل يحتاج الذكاء الانساني عشان يندمجوا مع بعض ويسموه. سمعنا النهارده من في الجلسه الاولى عن ما يطلق عليه الاوجمنتد انتليجنس او الذكاء المعزز او الذكاء اللي يحط الذكائين مع بعض فتطلع بحاجه احسن. فاظن هو ده اللي حاصل دلوقتي، وهو ده اللي ان شاء الله هينطلق منه التعليم العالي والبحث العلمي في العالم كله. الحاجه الثانيه المهمه موضوع التعليم المتباين او الدراسات البينيه، سواء في المرحله الجامعيه الاولى او في الدراسات العليا او في البحث العلمي. وعندنا بكره جلسه انا هبقى فيها ان شاء الله من 3 ل 4 على الموضوع الدراسات البينيه دي مع دكتور مجدي يعقوب واخرين، واعتقد ده موضوع برضو فيري هوت دلوقتي، ويعني موضوع من موضوعات الساعه المهمه اللي الناس بتتكلم فيها، اللي برضو كالعاده برضو مش عايزين نبالغ فيها، لاني مش معنى ان يبقى في دراسات بينيه لان نستغنى عن الدراسات الاساسيه او البحث العلمي الاساسي والعلوم الاساسيه اللي هتظل العمود الفقري لكل حاجه بما فيها الدراسات البينيه. طيب معلش يا دكتور، بعيدا عن المؤتمر عايزين نسال حضرتك، كطبيب، دور المستشفيات الجامعيه حاليا بتاعت عين شمس في دراسه متحور كورونا الجديد، وعايزين نتكلم اكتر عن متحور كورونا الجديد. واحنا بنتكلم دلوقتي بقى لنا من ساعه ما اعلن عن هذا المتحور، هناك تكليف لفريق بحثي من طب عين شمس وقطاع الطب في عين شمس على انه يشتغلوا يطلعوا لنا بكونسبت بيبر او ورقه عمل على المتحور الجديد، وخلاص هي بتخلص دلوقتي. لم يرصد حتى الان في مصر او على الاقل عندنا في عين شمس. بننصح بنفس النصائح اللي بنقولها، لكل الطعام الحاجه اللي في ايدينا الوحيده هو التطعيم، الاغتراءات الاحترازيه والاصرار عليها بكل الصور. وجامعه عين شمس كانت سباقه وكان ليها دور الحمد لله كبير، يعني اظن يشهد بيه الجميع من مارس 2020 للنهارده، سواء في مستشفيات العزل المتفرده اللي بتعمل مش بس عزل، بتعمل عزل وبتعمل كل الاجراءات الطبيه داخل مستشفى العزل اذا لو مريض عنده كورونا، وده الجديد او ده الحاجه المتفرده بيها عين شمس، مريض عنده كورونا ومحتاج جراحه او هتولد او بيغسل كلى، كل ده موجود في مستشفى العبور، فهو عزله وحياته او اجراءاته الطبيه والجراحيه والتداخليه ماشيه من غير اي مشكله، العلاج، التشخيص، التطعيم، طعمنا كل تقريبا 100% ممن يعمل في جامعه عين شمس، 70% من الطلبه، المجتمع المحيط، يعني قايمين بدورنا على التوعيه المستديمه لكل الناس او التوعيه المستدامه سواء للمجتمع الجامعي الداخلي او حول الجامعه، ويعني ماشيه الامور ونتمنى يعني الخير وربنا يحفظ الجميع من كورونا ومن متحول كورونا. يا رب.